أهان يلا حبيبي أهان. ما في وقت، يلا قوم ابني، ما ضل وقت، تكوني شوي، يلا قوم بسرعة والبوس هتياب الحلوين هدول. ليش شوفي لوين بدنا نروح؟ الست سارة عزمتنا على حفلة عندها مشان الصلحة تبع مبارح، وهي عاملة الحفل اليوم ببيتها. طيب رح ألبس وأجي معكم. يلا شوفوا 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 لي هالعريس ما أحلاه. ها ليكو إجا العريس، كأنه الطقم ضيق علي شوي. شوفوا قديش سمنان. شوفي ليش متأنقين هيك؟ مشان الست سارة. وين أشكي؟ أعطيني موبايلك. يلا يلا ليك رح جاهزين يا أولاد، جهز حالك. أهان حط الموبايل من إيدك، يلا تأخرنا كتير بسرعة. يلا دقيقة، يلا أمي ناطرتنا، يلا أمشي معي رح نتأخر. يلا أمشي. هي إجت أمي. وأخيرا الرب يحميكي، طالعة بتجنني اليوم. وين سيارتي؟ ها يا ربي سيارتك مختفية، سيارتك انسرقت. أعطيني موبايلي. ليش بدك الموبايل؟ لازم نحكي مع الشرطة. هلا أنت بدك يانا نروح على الحفلة ولا على المخفر؟ ليكو السيد سوراج هون وسيارته معه، هاي صاروا سيارتين، خلينا نروح. يلا ممتاز امشوا. لك شو بكن أنتو؟ كأنه آخر همكن أنه سيارتي انسرقت؟ يلا على الدفكة. ستي هاي سيارتي. وقفوا وقفوا خلاص وقف زيل. انتي؟ انا شو غيرت رأيك؟ لا لا ابدا، بس العروس ما بتسوق السيارة، استغربت شوي. هاي العروس غير الكل. طيب ليش سرقتي سيارتي؟ شو نسيت؟ شو؟ لما تقابلنا أول مرة. لما سرقتي سيارتي. لا مو هيك قصدي، يعني بالعادة لازم ينسرق الحذاء قبل العرس بشوي، بس بعرسنا السيارة اللي انسرقت. بهاي الطريقة بلشت قصتنا وحياتنا كلها لازم تكون سعيدة. شبك؟ انتي بدك تتزوجي ولا بدك ترجعي تكتبي التاريخ؟ لحظة ستي خليني اتقدم له. اها تتزوجني؟ انتي شو صار لك؟ مو العروس يلي بتتقدم، شو هالحكي الفاضي هاد؟ مزبوط كلامه، كمان ما لازم تسوق السيارة، مو هيك أهان؟ وقدر تضحك عليكم. القدير يسعدكم ويهنيكم يا أولاد. ما هي شوي نحن اجينا. أنا دائماً كنت أتمنى
اني شوف ابني عريس وبارك له. اليوم بفضلك انت تحققت امنيتي اللي كنت بحلم فيها، وبفضلك انت انا رجعت اجتمعت مع اولادي. الرب يحميك. وبفضلك انت لقيت ام لإلي. امك يا اهان هي امي كمان. يلا خلص بكفي بك هلا. وهي نحن زوم علينا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.